إيمان عبد الخالق، مسؤولة في تسويق في كولغيت بالموليف. اليوم الندوة حول صحة الفم والأسنان. نحن عنا حملة تحسيسية مع الاسوسياسيون لايم بي بي دي، دونك عنا إن شاء الله حملة تحسيسية للصغار وللكبار نهار 13 أكتوبر في ساحة الناسيونز يوني، باش نعملوا فحوص أسنان مجانية ونقدموا زيدا برشا هدايا للصغيرات اللي ما عندهمش تسوس أسنان، باش نعطيهم دي كادو. الهدف من الحملة هذه هي تحسيس على صحة الفم والأسنان، لأنه لقينا اللي التسوس في المغرب يعني عالي برشا، ولازمنا نحسوا أكثر الصغيرات والكبار زيدا، حتى الأولياء لازم نحسوهم حول أهمية صحة الفم والأسنان وخطورة زيادة التسوس الأسنان. فلذا نحن من دورنا ككولغيت نحسوا أكثر البوبولاسيون ماروكان على، ونحب نقول زيادة المشكلة متاع تسوس الأسنان موجودة في ظهر هذية في العالم أجمع، وخصوصا حتى في المغرب، يعني المغرب وتونس والجزائر. تقليص من الرقم هذا، إذا هذه المبادرة ان شاء الله تكون خمسة المدن في المغرب، غنبداو مدينة الدار البيضاء، وغادي نمشيو لمكناس، قنيطرة، اسبي، والفقي بن صالح. هاد ان شاء الله غادي تكون مدينة ولا قرية صحة فم والاسنان. حيت داك العام كنا درنا قافلة ديال طبيب الاسنان اللي مشات عبر 8 ديال المدن. هاد العام غادي نديرو قرية ديال صحة فم والاسنان. هاد القرية هادي فيها عدة محطات، محطة ديال التشخيص ديال أمراض التسوس عند الأطفال وعند حتى الناس الكبار، يعني كل واحد اللي جاء لهذه القرية هذه. والتشخيص هذا غادي يكون من طرف أطباء أسنان اللي أعضاء ديال الجمعية، وعندنا محطات واحدة أخرى الأولى ديال تلقين للمواطنين عن كيفية نظافة الفم والأسنان، وعن كيفية التجنب من التغذية اللي كتؤدي لمرض التسوس.